الباب الثالث عشر ومئة باب كراهة النفخ في الشراب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب فقال رجل القذات أراها في الإناء فقال أهرقها قال فإني لا أروى من نفس واحد قال فأبني القدح إذن عن فيك رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح